تقعد. السلام عليكم. اليوم مرنا في الحراش ونعود نولوا للمنطقة تاع التهيئة على مستوى مدينة الحراش، واللي زرتها هذه حوالي 3 شهور. اليوم الأشغال انتهت هنا في الوسط نتاع مدينة الحراش، وفي عملية تاع داروا الجدران، يعني غلقوا كاع المساحات اللي كانت فيها أشغال، وتبقى المحطة المركزية تاع الحراش تاع المسافرين ما تغيرتش. أنا كنت ظن أنهم راح يريبوها ويديروا محطات خفيفة عصرية، لكن حافظوا على المحطة هذيك القديمة اللي كانت، وداروا تهيئات على الفضاءات حول المحطة. إذن يعني المساعة توسعت هنا، فضاء هذا جديد مليح على كل حال، أفضل مما كانت عليه يعني في الماضي. الأشغال على مستوى الواد هنا المنطقة هذه تقرب من النهاية نتاعها، نتاع التهيئة نتاع الضفاف نتاع الواد، يعني بقات غير شوية فينيسيون. والجهة المقابلة كاين فضاء كبير الأشغال مازال ماشية فيه، وهذاك راح تكون فيه فضاء مساحات خضراء، ملاعب جوارية، يعني إضافات مليحة للسكان تاع المدينة تاع الحراش وللزوار، شيء جيد. لابد من العملية تاع التجديد الحضاري، لابد تجديد العمراني يعني البنايات، على مستوى البنايات المجاورة لهذه الفضاءات لازم يكون فيه عملية تاع تجديد وتاع تطوير البنايات هذه القديمة، يا إما ترمم يا إما تجدد يا إما تهدم. المهم لازم تكون فيه العملية نتاع التجديد الحضاري، يا إما من طرف الخواص يديروا هما أصحاب البنايات هذه، الدولات يشوف كيفاش يلقاو صيغة نتاع تمويل نتاع العمليات نتاع التجديد، يا إما الدولة تعاود يكون فيه، لازم تكون فيه الدولة تأخذ على عين اعتبار العملية تاع التجديد الحضاري على مستوى مدينة الحراش، وخاصة أنه المدينة هذه تعتبر قريبة من العاصمة وعندها زخم عمراني كبير وعندها مؤهلات، لازم التجديد هذا، ما لازمش تبقى عرضة للإهمال وللاندثار لابد يكون فيه عمل نتاع تجديد حضاري في كل أحياء على كل حال. ولازم الحراش تكون من أولوية الأولويات. نخليكم تتابعوا ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.